الإعداد الإذاعي يوسف المقبل. مشاهدا العرض علي صفوف ورنا زرقاء. يسعد لي مساك عمي ابو عصام. اهلين وسهلين استاذ علي، وهي المحلين يلي حضرتك طلبتهم. يسلموا عمي. ممكن تقطع حق البطاقتين استاذ ولا مو محرزي؟ انت المحرز عمي ابو عصام، هيك انا برتاح اكثر. خلاص مثل ما بتريد. عطينا ثلاث بطاقات السمهات، مو بقيان الا بالصفين الاخيرين. امر يا الله، بالصفين الاخيرين. ممكن اعرف ليش اصريت تدفع حق البطاقات سيد علي؟ بالله شو ست رنا، أنا بحب أدعم المسرح ولو بحق البطاقة. أساساً سعر البطاقات رمزي كتير. تعرفي بأوروبا بدك تعملي حسابات لحتى تشتري بطاقة مسرح. عنا نشاط الثقافي مدعوم بس من الدولة. ليك كأنه بلش الجمهور يفوت. يلا بس تخف العجقة ونفوت. طيب تعرف إنه شي بيفرفح القلب هالجمهور، بتحس المسرح بخير. وانت الصادقة بتحسي البلد كلها بخير. أعزائي الجمهور، أهلا بكم في صالة مسرح الحمراء. يرجى إطفاء الهواتف النقالة ويمنع التصوير مع أو بدون فلاش. نتمنى لكم متابعة ممتعة. مساء الخير. أنا لست حكواتيا ولا بهلوانا ولا صاحب ألعاب. في الحد الأقصى أنا راو لهذه المسرحية بالذات. أرجو أن أتقن هذه المهمة، ويبدو لي أن في نية المؤلف أن يزجني في بعض المواقف التي يكون علي فيها أن أمثل. سأحاول التهرب إن أمكن، وإلا فسأبذل جهدي، وأرجو أن تتغاضوا عن عدم إتقان التمثيل. نعود إلى قصتنا. قصتنا هذه الليلة عن الاحتلال، قصة حدثت في فلسطين في ظل الاحتلال الصهيوني، أو في مصر في ظل الاحتلال الإنجليزي، أو في سوريا في ظل الاحتلال الفرنسي. وإذا كنا قد ربنا الأمثلة من البلدان العربية، فلأننا نعرف كيف نخوض في تفاصيل هذه الأمثلة، ولأننا نفترض أن جمهورنا عربي، ولأن المؤلف ما زال يخجل من الاعتراف بطموحه في أن يصبح كاتبا عالميا. خلاصة الكلام أن القصة كان يمكن أن تكون في الهند أو السنغال أو البرازيل، فالاحتلال هو الاحتلال، له منطق واحد ولغة واحدة. وزيادة على ذلك، فإن قصة شبيهة حدثت في أفريقيا وكتبها كتاب آخرون. المهم أن كاتبنا قد اختار مكان قصته في الريف السوري أيام الانتداب الفرنسي. القصة حدثت مع أبي وليد، فلاح محترم في قريته، عشيرته كبيرة وعائلته محترمة، أولاده كلهم تزوجوا وانتقلوا إلى أماكن أخرى،
وظل أبو وليد وحده مع أم وليد وابنهما الأصغر سعيد. تعال يا أبا وليد. اتركني يا شيخ، كان هناك من سلطك علي. أنا يا عم أبا وليد؟ يا أخي لا عمل لك إلا شرشحتي وسرد قصتي في كل مكان. لا داعي للعصبية يا أبا وليد، نحن هنا لكي نستفيد من دروس الماضي ونأخذ عبرة يا أبي. يا أخي كونوا بحالكم واتركوا سير الناس، اتركونا بحالنا وتعلموا مما لديكم. صدقني أنتم أهم ما لدينا، أنتم الأساس وقصتكم. والله عال صرنا سوالف تحكى وحكايات تروى. لا يريد أن يعترف أنه غلط في حق نفسه وفي حقنا. ماذا يعني إذا غلطنا؟ لم نتعلم، لم تكن لدينا مدارس وتلفزيونات وجرائد، نحن تعلمنا من تجاربنا، كنا نخطئ ونصيب، والحياة أعظم مدرسة. عدنا إلى هذا الحكي. أبوك معه حق يا سعيد، معك حق يا عمي أبا وليد، لكن مثل ما استفدتم من تجاربكم نستطيع نحن أن نستفيد منها لكي نتعلم. ولكي تكون مرتاحا لن نقول الأسماء الحقيقية للجمهور. هذا العم اسمه أبو وليد، أبو وليد فقط، وإذا احتاج أحدهم أن يقول اسما غير ذلك فسيكون حمدان، عامر، عمران الحامد. ما رأيك يا عم؟ خلص، عمران الحامد من قرية نضع لها اسما من عندنا، دير الهوى، ما رأيك؟ اتفقنا إذن. قصة عمران الحامد من قرية دير الهوى، قرية بعيدة عن العاصمة دمشق. فلتبدأ يا أبا وليد. ويلي منك، تظل حافيا حتى إلى هنا تأتي حافيا؟ هكذا بدأ القصة، كنت حافيا. أصلا اسمه الحفيان، شرشوح طول عمره. أسكت 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 وإلا عملت مشكلة. أسكت يا أبا فهد، ممنوع أن يتكلم أي شخص إلا حسب دوره في القصة. الفرنسوية، دورية فرنسية جاءت إلى القرية. الراوي عند ممدوح التهم دائما بيتدخل بالحدث وبيخاطب الشخصيات، واحيانا بتلاقيه بيحاكم الشخصيات وبيحرضها لتاخذ موقف، وهذا الشيء باكثر من نص لإله، مثل السفر برليك والغول. لك لعستني بالغول، الراوي بيحاكم جمال باشا السفاح. وبصير هذا الشيء بالمسرح؟ ايه بصير، شو المانع لحتى ما يصير؟ طالما في منطق بصياغة الحوار والحالة ونحن كجمهور مقتنعين ومو شايفين في مبالغة. خلينا نكمل. هيا تعالوا. سمعونا بالصالة، سمعونا. إذا مو حابين تتابعوا العرض في غيركم حابب. لو سمحتوا. ها تفضل تفضل. بعد أن راحت الدورية الفرنسية من عند المختار عادت الحياة إلى القرية. نحن الآن أمام بيت المختار. تضع عقلك في عقل العجل يا أسعد. لا تطولي لسانك علي يا أم وليد. أسعد، هكذا تحكم عم وليد؟ اسألها يا مختار، ترعى بقرتها وتترك العجل يسرح على راحته كأن أرزاق الناس داشرة. يعني حبست العجل؟ لو عفس في رزقك يا مختار لذبحته. ماذا تريد لكي تتركه؟ أريد أن أحلب البقرة. أريد رطل تين يابس. حين ينتهي موسم التين لك رطل والمختار شاهد. عندها تأتين وتأخذين العجل. كبر عقلك يا أسعد. طيب طيب، أقبلوا بدورين لبن اليوم وغدا وعندها تأخذين العشاء. الله لا يحكمك بعباده. ماذا كان يريد الفرنسيون يا مختار؟ صحيح، جلبوا تبليغات أم ضرائب جديدة؟ يمكن سخرة، احكي كلمة يا عبدو. قل لنا يا مختار، ماذا كانوا يريدون؟ أخرجوا أبو الوليد. يا ويلي، ماذا يريدون منه؟ لا أعرف. مختار ولا يعرف. يا ويلي، خذ الختم وريحني يا أبو فهد. حين
المخدرة أخذها عن غير طريقك يا أبا صقر. اتركنا نفهم يا أبا فهد. احكي يا مختار. أنا من أحضرته إلى مضافة المختار. سأله الشاويش: أنت عمران الحامد؟ شرف معنا. قالوا له: شرف؟ إلى أين أخذوه يا مختار؟ لا أعرف، لا أعرف. هل سألوا عنه بالاسم؟ نعم نعم، قالوا: الشخص الذي عسكر الجيش في أرضه عمران الحامد، نريده. العلم عند الله، سيدفعون له تعويضا عن أرضه. لو كان عندنا مختار يبيض الوجه لما أخذوا المسكين دون أن يوضحوا السبب. يا سيدي شرف، خذ الختم وبين حضرتك الوجه. اسمعوا يا أمة الله ماذا يحكون. والرجل عند الفرنسيين لا نعرف ما صار معه. أين سعيد؟ هل رأيتم سعيد؟ تركته في البساتين، قال سيسقي الكرم. الصراحة أنا تطلعت من الشباك ورأيت أبا وليد ركبوه في السيارة دون كلبشة ولا تدفين. أنت رأيته؟ ولماذا لم تهرب من الوجه مثل غيره؟ ولماذا أهرب؟ لماذا أهرب؟ عائلتنا عمرها ما زعلت حكومة. نحن دائما جاهزون. ماذا يريدون؟ رجال، رزق، مال، كله جاهز والحمد لله. تعرف علي؟ لا والله ما بعرف. خليني كمل. بتعرف؟ طيب طيب كملي، بس وطي صوتك وبسرعة قبل ما يبلش المشهد، ما بدنا نتبهدل من شي مواطن مندمج بالعرض مثل المرة الماضية. خلاص ما صدقت وبلشت. أنا اللي بدي أحكي. وطي صوتك. لما قريت المسرحية حسيت إنها حلوة، وعن جد ما خاب ظني، خاصة خاصة التمثيل كتير حلو، والإضاءة والديكور. هو صحيح كتير بسيط بس معبر عن الضيعة بدون بهرجة وتكلف. أكيد رنا، هذا الأهم بالمسرح، لأنه بالأساس المسرح حالة شرطية. خلاص خلاص بلش المشهد بعدين بتكملي. هلأ ببهدلنا الراوي. طيب. ما بك يا سعي؟ قلق على أبيك؟ لا أستطيع أن أتصور أبي وهو يتعرض للضرب والإهانة. سمي بالرحمن يا ابن الحلال. تريد أن أكون أكثر صراحة معك؟ الفرنسيون سيحتفلون بعد أيام بعيد 14 من تموز، وهذا عيد هام عندهم. ولكي يضمنوا أن تسير الاحتفالات كما يشاءون، فإنهم يعتقلون بعض المشبوهين أو المشاغبين. يعني اعتقلوا أبي يا هاني؟ اعتقال مؤقت، هكذا المنطق يقول. هؤلاء يعرفون المنطق؟ أفكر يا هاني، كيف يمكن أن نجعلهم يدخلون إلى قرانا وهم خائفون؟ أن يحسبوا 1000 حساب وهم يدخلون هذه القرى. وممن تريدهم أن يخافوا؟ منا نحن. ولكن طالما نحن من يهرب إلى البساتين فلن يخافوا، طالما أن واحدا منا لا يخطر له أن يقطع طريق الدورية أو يرمي حجرا على سيارتهم. هل أنت جاد فيما تقول؟ وهل تراني أمزح؟ أريد أن أشبه عمي الذي قاتل الفرنسيين مع إبراهيم هنانو، ظل يقاتلهم حتى قتلوه. ما رأيك أن هناك من يزعج الفرنسيين الآن؟ من؟ أين هم؟ كيف نجدهم؟ تريد أن تلتقي بهم؟ أتعرف أحدا منهم؟ اعتمد علي، ستلتقي بهم حين يؤون الأوان. هل لديك سلاح؟ عندنا جفت، ولكن هل نستطيع أن نفعل شيئا في هذه الفترة؟ ألم أقل لك إن الفرنسيين سيحتفلون بعيدهم بعد أيام؟ يجب أن نخرب لهم احتفالهم. يجب علينا أن نخطط لعمل كبير، عمل يجعل حياة الفرنسيين بيننا مستحيلة مع مرور الأيام. شايف هالشباب كيف بيشوفوا المستعمر؟ إيه أكيد، لأنه هنن شباب سوريا. أنت أيها الراوي. أنا يا خالتي أم وليد. نعم أنت. أنت ستقول لي ما جرى مع أبي وليد. ألست من يروي الرواية ويحكي الحكاية؟ كل شيء بوقته حلو يا أم وليد. تعالي معي، سنعرف الآن أين هو فقط، ثم سيأتي هو ويخبرنا بكل شيء.
من هذا؟ ابن حكومة؟ إنه المستشار، وهذا أبو وليد. سحاري دخل عند المستشار حافيا. اسكتي. وأنتم ستسامحوننا على تجاوز بسيط، لقد جعلنا الفرنسيين كلهم يتحدثون باللغة العربية. ألو، أحكي ماذا فعلتم؟ لا يكفي، هناك شيء اسمه اعتقال احترازي، تعرف ما هو؟ يعني لا يكفي أن تعتقل الذين يثيرون المشاكل ويشاغبون، يجب اعتقال من يحتمل أن يثير المشاكل. لا 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 لا، بقية الأمور نحن نرتبها. طيب طيب أورفار، أنت ما اسمك؟ نعم، عمران الحامد. من دير الهوى؟ نعم يا سيدي. عندك غير هذه الملابس؟ نعم سيدنا، عندي عندي، لكن جلبوني بسرعة يا بيك، لم يعطوني فرصة لأغير. طيب طيب أقعد. نعم 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 يا بيك. أقعد. معك هوية؟ علي اسكتي سمعينا. أهلا أبو وليد، أهلا أهلا. أهلا بك، خبرنا خبرنا، ماذا كانوا يريدون منك؟ رجعت وحدك أم هم أرجعوك؟ سمعنا أنهم أرادوك ليدفعوا لك تعويض الأرض، خفنا عليك. أي على مهلكم على مهلكم، خلوا الرجل يعرف يحكي، ماذا كانوا يريدون منك يا أبا وليد؟ ها جاء المختار. أهلا المختار. أهلا أبا وليد، رجعت بسرعة. ماذا كانوا يريدون منك؟ عزيمة. عزيمة عزيمة. ماذا؟ عزيمة عزيمة. دعونا نسمع، يريدون منك أن تعمل لهم عزيمة؟ يعني سيخربون بيته. لما هذه الثرثرة الآن؟ خلونا نفهم من الرجل. احكي يا أبا وليد، احكي، ما بك هكذا؟ أنا احكي. هم عزموني. لماذا؟ ألا يعرفون كيف يتغدون إلا مع الحافيان؟ ألا يعبئ عينك الحفيان يا وجه الضبع؟ أنا وجه الضبع يا منتوف؟ لا تكبروها يا جماعة. تظنه وحده يا ابن المشاية؟ سألتكم بالله أن تقفوا الشر ودعونا نفهم الموضوع. تفضل. أنا ماذا قلت يا مختار؟ ها؟ طوال عمرنا نقول عنه الحفيان. المستشار يعرف قيمة الناس برؤوسها لا بأرجلها. لم يبق إلا أن يقول إن الغداء عند المستشار. يا أخي أنت ما علاقتك؟ إن شاء الله يتغدى عند المندوب السامي. احكي احكي أبا وليد احكي. الغداء مع المندوب السامي. السامي. وأكثر من غداء حفلة. حفلة. فهمنا يا أبا وليد، احكي مثل الناس. وما الذي يوقفك بين الرجال؟ اتركها واحكي معنا. يا سيدي، الفرنساوية عندهم عيد بعد كم يوم، وسيأتي المندوب السامي من الشام، والمستشار يريدني أن أحضر الحفلة، وأعطاني هذا الكارت لكي أدخل السرايا يوم الحفلة. ما غذاؤنا اليوم يا أم وليد؟ تفضل يا تاج راسي، الذي تريده يحضر. هيا هيا إلى البيت. هيا هيا، سأرى ما آخرتها معك يا مختار النحس. بسيطة، الأيام بيننا. يا عمي، بيت الحامد صيته وصل لباريس. أكيد في باريس يعرفون قيمته،
من كل عقلكم تتكلمون؟ ألا يعجبك كلامنا يا هاني بيك؟ أولاً يا فهيم، الفرنسيون لا يطلبونه لحفلة كهذه إلا وهم يخططون لشيء. ثانياً، كل من يذهب إلى حفلة كهذه يكون معدوم الشرف. ما حظت شو دمه خفيفة لأبو فهد؟ إيه بلا، بس أنا عم فكر بالراوي اللي هو لسان حال الكاتب ممدوح عدوان. لماذا أعطيت اسم أبي للفرنسيين يا مختار؟ يا ابني، أقسمت أمام القرية كلها إنهم جاءوا واسمه معهم. أيوة. من أين جاءتنا هذه المصيبة؟ مصيبة؟ طبعا مصيبة، وبهدل أيضا. أنت تقول هذا الكلام وهناك من يتمنى أن يدفع نصف رزقه لكي يذهب بدلا من أبيك. فليذهب، أرسل أي شخص آخر بدلا من أبي. يا ابني، هذه المسألة ليست في يدي، هم طلبوه. تكلم مع أبي يا مختار، أنت اشرح له سيقبل منك، أقنعه ألا يذهب. يا سعيد، أبوك مضطر أن يذهب، لا يستطيع أن يغضب الفرنسيين. يجب أن نغضبهم. إلى متى سيظل الخوف يلجمنا ويجعلهم يحسون أننا قابلون بهم؟ هدئ أعصابك وحاول أن تقول هذا الكلام لأبيك. هناك من يحاول أن يبلط البحر وأن يركب أعلى الخيول. المختار لا يعرف كم تعلو الخيول، ورجل غاضب مثل أبي فهد قد يفعل الكثير. لا يحط هواطي لأحد، خيله عالية جدا ووسائله أكثر وأغرب من أن تخطر على البال. سيدي الرقيب، هناك رجل من أولاد البلد يريد مقابلة المستشار. عنده موعد؟ المستشار طلبه؟ لا، أدخله إلى هنا. حاضر سيدي الرقيب، ادخل. السلام عليكم. نعم، المستشار مشغول، لماذا تريد أن ترى؟ محسوبك أبو فهد، عبد الجليل مسعود من دير الهوى. ايش بهوي؟ دمك خفيف يا سيدي. الذي تريده؟ المستشار طلب واحدا من عندنا لكي يحضر الحفلة. أفهم أن المستشار طلب رجلا من قريتكم؟ نعم يا بيك نعم. وأنت جئت تحتج على ذلك؟ نعم يا بيك نعم. اطلع برا ولا تدعني على هذه الخلقة بعد اليوم، فهمت؟ عندما يصدر المستشار أمرا تنفذونه بالحرف، ولا يحق لبغر مثلك أن يناقش. يا بيك يا بيك، أنا قصدي. اخرس يا حيوان. حيوان بلا. أمرك يا بيك على رأسي، ولكن تذكر يا بيك، إذا غيرتم رأيكم أنا عبد الجليل. ما زلت تتكلم يا ابن الكلب؟ ولماذا لا يعجبك ذهابي إلى الحفلة يا سعيد بيك؟ لأنهم فرنسيون. آها، وما بهم الفرنسيون؟ الفرنسيون هم الذين كان يقاتلهم عمي مع إبراهيم هنانو. كان شابا جاهلا والدم كان حاميا، شطر مع عمك أو مع إبراهيم هنانو. فرنسا يا ابني دولة كبيرة قوية متقدمة، ألم تسمع بما تفعله في كل أنحاء سوريا؟ فرنسا لا تفعل شيئا، الفرنسي راق متعلم متمدن. أليس هو الفرنسي الذي يقتل العزل؟ لا، الفرنسي يقتل المشاغبين. لقد احتلوا بستانك ونشروا جنودهم لكي نتذكر أن قوة الاحتلال موجودة رغما عنا. ومع ذلك لم يفعلوا شيئا،
لأن الناس هنا عقلاء. عقلاء أم جبناء؟ يا ولد، تريد أن تعلمني يا ولد؟ انخلع، انخلع من وجهي. ها، غضب الله عليك يا ولد يا قليل الأصل. يا أبا وليد، لا تزعل ابنك. إذا كانت هذه الحفلة، أخص لسانك يا، لا تفتحي هذه السيرة أبدا. قصدي، ما لنا ووجع الرأس؟ نحن لا نستطيع أن نجاري الفرنسيين. سكري على الباقي. أما آخرة تبيض الوجه، أولاد ونسوان يسيرونني ويشورون علي. لماذا لا تناقش هذا الأمر مع نفسك؟ إنه لا تكمل، لا تكمل، وانقلع من وجهي. ولماذا ينقلع يا أبا وليد؟ لأنه يقول الحق. أنا عن أي حق تتحدث يا أبا يوسف؟ قل إنك تريد أن تسامحهم بالبستان. يا سيدي، أسامحهم؟ ما علاقتك أنت بستاني وأنا حر فيه؟ لا لا يا أبا وليد، لست حرا فيه. تتحدث عن الحرية وكأنهم استشاروك حين أخذوا بستانك. يا يا يا، تطول لسانك على أبيك يا سعيد. اخرس أنت. روح 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 من وجهي. لا، روح من وجهي. أحسن ما أبتلي فيك. تستطيع أن تسكت ابنك بالقوة، لكنك لن تستطيع إسكات القرية كلها. أبا الوليد. نعم، نعم. يا أبا الوليد، منذ اليوم نحن في طريق وأنت في طريق. نعم، نعم. شو رأيك يا أستاذ علي باللي صار لحد هلأ؟ بعتقد الهدف من المسرحية صار واضح. صراع عم يدور بقرية، ومحور هالصراع بكل بساطة كيف نتعامل مع العدو المحتل. نختلط فيه، نحاوره، نخاصمه، نقاتله. صحيح علي، في إمكانية مثلا تكون العلاقة منيحة مع المحتل؟ قصدك رأيي أنا ولا شو بدها تقول المسرحية؟ طبعا بالمسرحية، شو بدي برأيك؟ يعني رأيي هلأ بطل يهمك سترنا. لك أكيد بيهمني، بس بغير شغلات. كتر خيرك والله. خلص لكم، طفوا الإضاءة. هلأ ممدوح عدوان بيجاوبك على سؤالك. يلا. أنت أيها الراوي، على أن نبدأ؟ سنبدأ، ولكن قل لي أولا، ماذا تقصد من هذه الحفلة؟ المسألة واضحة. يجب أن يرى ضيوفنا من باريس ودمشق ماذا حققنا خلال وجودنا هنا، إلى أي درجة توصلنا في عملية مد جذورنا بين الناس، وعملية صهر الناس في بوتقتنا. وعندي نظرية في ذلك، أسميها نظرية الأبعاد الثلاثة. العمق، أي أن تمد جذورك بين الناس. العلو، أي أن تظل مسيطرا على كل شيء. والأفق، وهو أن لا تكون نظرتك محدودة، وأن لا تتوقف عند مصالح محدودة. طالما أنك جئت إلى هنا، فضع في ذهنك أنك جئت لتبقى. يدهشني كلامك. لا يغرك اللباس العسكري، أنا مثقف وحضاري قبل أن أكون عسكريا. يكفي إلى هنا حضرة المستشار، سأرى أهل القرية ماذا يفعلون. ما الأخبار أيها الراوي؟ قام الفرنسيون بحملة اعتقالات واسعة واعتباطية. لماذا؟ لكي يضمنوا أن يسير الاحتفال كما يخططون. وأنتم ماذا قررتم؟ سننزل عند الفجر إلى مقر الاحتفال. كيف سننزل بسلاحنا إلى المدينة؟ الذين سيحملون السلاح سيكونون عناصر حماية للذين سينفذون العملية يا سعيد. أنا أشتر من سعيد، لماذا لا تأخذونني بدلا منه؟ إلى أين نأخذك يا عبدو؟ تريد أن تتكتم الآن يا هاني؟ أنا أعرف أنكم مع الثوار، وأتمنى لو تقبلوني معكم. وهي أبو وليد وصل على باب السرايا. ليكي راح يطير من الفرح. لا، ولابس ومظبط أموره. ها، وصل لعنده معزوم تاني من شضاعة تانية. خلاص خلاص، سمعينا. أنا عمران الحامد من دير الهوى. أبو وليد، أهلا وسهلا، تشرفنا. أنا برهان اليوسف. حضرتك معزوم إلى الحفلة؟ أي نعم. أين سنذهب الآن؟ لا أعرف، قالوا لي أن أقف هنا. كنت أظن أننا سنذهب إلى غرفة المستشار.
يجوز أنه مشغول الآن، ينهي شغله ويستقبلنا. ها هذا هو، هذا هو المستشار. أكيد لم يرنا وإلا كان سلم. عرب عرب يخرب بيتكم عرب. لا 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 تخوف، نحن ضيوف ضيوف يا بيك. تحرك أمامي، هيا تحرك يا كلاب. ها كلاب؟ لا تخلص يا بيك، نحن ضيوف المستشار. اخلص يا كلب، لا تضيع وقتي، اعترف وإلا أوزعتك ضربا. بماذا أعترف يا بيك؟ أنا من الذين لبوا دعوتكم. أنا جئت. أعرف أنك جئت ولهذا قبضوا عليك. وهذا هو الغلط يا بيك، اسألهم لماذا قبضوا علي. لأنك تشاغب ضدنا. أنا كنت دائما أقول يجب أن نستفيد من فرنسا. يا بيك اسأل الجنود الذين خيموا في بستاني. إذا لم أشاغب من أجل بستاني فلماذا أشاغب الآن؟ لأننا فرنسيون وأنت عربي يا ابن الحلال. احكي يا حيوان، احكي يا كلب، احكي يا حشرة. تبهدل هالأبو وليد يا حرام، بس خرجوا لهون. بده يصل المؤلف، بده يقول اجى على الحفله نوعين من اولاد البلد، نوع شايل سلاح ليقتل الفرنسي، ونوع جاي وخايف انهم يقتلوه. بس اللي شايلين سلاح كتير قلال، بكره بيكتروا وبصيروا كل اولاد البلد. الوعي يا رنا، الوعي ورحله الوعي اللي خاض ابو وليد معنا قليله. ها هي ابو وليد، اسمع لنشوف شو بده يقول. طيب. هذه آخرتها معك يا أبا وليد، اعترف الآن يا عمران الحامد. خلال هذه القصة كلها لم تحافظ على كرامتك، لماذا فرطت بكرامتك إلى هذا الحد؟ شيء مؤسف يا مسيو عمران، الحقيقة شيء مؤسف. أنت رجل عاقل يا عمران وتستطيع أن تقدر، لقد رأيت ما حدث حين وقع الانفجار والاشتباك. كان من الطبيعي أن تثور أعصاب الجنود وأن يعتقلوا من يشتبهون بهم، وهكذا أخطأوا بك. على كل حصل خير. ماذا تقولون في هذه الحالة؟ معلش؟ ها؟ لا لا نقول معلش. اكتشفت أن دمك حام، قال لي الجندي إنك ضربته. أما قال لك إنه ضربني؟ يعجبني الرجال العنيدون. تقصد ضربوك في التحقيق؟ ربما، لكن الجندي الذي ضربته مسكين لم يشترك في التحقيق، كان قادما لإخراجك من هنا إلى مكتبي. مشكلتكم يا عمران أنكم تروننا كلنا متشابهين. ألستم متشابهين؟ ليس إلى درجة عدم التمييز بين واحد وآخر. مشكلتكم أنكم ما زلتم تصنفون الناس على أساس عشائر وقبائل، أليس كذلك؟ إذا ضربك شخص ما من عشيرة أخرى تنتقم من أي شخص من العشيرة الأخرى. آن الأوان للتخلص من هذه العقلية. تسمح لي أن أسألك؟ طبعا تفضل. الذين اشتبهتم بهم وحبستموهم وأهنتموهم، هل بينهم واحد فرنساوي؟ فرنساوي؟ لا، لم نصل إلى هذا الحد. لماذا نعتقل واحدا فرنسيا؟ من يدري؟ ربما. لماذا لم تشتبه به؟ لأنه فرنساوي. معناها إن الذين اشتبهتم بهم كلهم أولاد عرب. طبعا. والذين حبسوني وضربوني فعلوا ذلك لأنهم اعتبروا أن كل ابن عرب مشبوه. رد الفعل الأول. وأنا حين انضربت أحسست الذي ضربني واحدا منكم،
وأنكم كلكم تشبهونه. إلى أين ستصل؟ لا تكبر الموضوع يا عمران، نحن يمكن أن نتفاهم ونعيش معا، تستفيدون منا ونستفيد منكم. صعب. لماذا؟ لأنه عند أول مشكلة تصيرون كلكم فرنساوية ونصير كلنا أولاد عرب. تعني أنه ليس هناك أمل؟ أبدا. بسيطة بسيطة، حين تهدأ أعصابك نتكلم في الموضوع. ألن أرجع إلى قريتنا؟ طبعا، غدا صباحا تكون قد غسلت وجهك ورتبت نفسك وزالت عنك هذه الآثار، فتذهب إلى القرية. إذا لم يكن هناك شيء آخر أريد أن أذهب الآن. اغسل وجهك على الأقل، لا يليق أن يروك هكذا. بالعكس، يجب أن يروني هكذا لكي يعرفوا أنني ما زلت منهم الذي يحتاج إلى الغسيل. يا بيك شيجواني، أكبر بكثير من هذه الآثار التي على وجهي. أقدر أن أخرج؟ كما تشاء. لم أفهم. ما الذي لم تفهمه أيها الراوي؟ لم تترك مجالا للتفاهم؟ وهل هناك مجال؟ أنت كنت تقول إن هناك مجالا للتفاهم، واكتشفت أنني غلطان. حتى إنك لم ترضى أن تغسل وجهك. أكلمك كلاما كبيرا، النظافة أن تغسل بلدك لا أن تغسل وجهك. على الأقل لكي لا يروك هكذا ويشمت بك. فليشمت، أنا سعيد بهذا الدرس، اكتشفت أنني سوري. ألم تكن تعرف ذلك؟ ليس كما أعرفه الآن. اكتشفت أنني سوري وعربي، فلاح ابن بلد. أنا هكذا حتى لو لم أكن أريد ذلك. حين يكون هناك احتلال أجنبي للبلد تكون ابن بلد غصبا عن رأسك. الكاتب أو المثقف مشغول بقضية بلده وناسه ومنتمي لهدول الناس أولاد البلد، بالضرورة لازم تكون كلمته مسؤولة وبتعبر عن ضمير أولاد البلد الحقيقيين. وممدوح عدوان الله يرحمه طول عمره كان مؤمن بالبلد وأولاد البلد اللي قادرين يصنعوا المستحيل، قادرين يغيروه. والراوي بمسرحية حكي القرايا وحكي السرايا هو ممدوح عدوان نفسه، ممدوح ابن البلد المثقف اللي جاي من بين الناس واللي مرات بيروي الحكاية ومرات بيعلق وبيبدي رأيه ومرات كتيرة بيحرض الشخصيات وبيمررها بحالة من الوعي لتاخد موقف، ولازم يكون موقفها لصالح البلد مثل ما صار مع أبو وليد بنهاية المسرحية اليوم. يا الله قديش حبيته لممدوح عدوان الله يرحمه، وهلأ صرت عن جد أحسدك لأنك التقيت بهدول الناس. إيه علي حكي لي كمان. أنا كنت كتير مهتم بالمسرح، ولما كنت أسمع أنه في بروفات على مسرحية جديدة كنت روح على المسرح، إن كان المسرح الحمراء أو بالأباني، اتسلل وأقعد بآخر الصالة وأحضر البروفة وكون كتير حريص ما يطلع مني أي صوت. طيب كيف كنت تفوت على المسارح؟ بسيطة يا ستي، إذا بقلك رح تضحكي، كنت ضارب صحبي مع عمال المسارح. يعني مثلا بمسرح الأباني كنت كتير صحبي مع أبو محمد خالد دالاتي وحسين قاطع التذاكر وأبو رضوان حارس المسرح. أبو رضوان بقى هذا لحاله حكاية. يعني عن طريق عمال المسرح كنت تفوت؟ طيب شو حكاية أبو رضوان لشوفها تحكيلي؟ أبو رضوان علي النوري تقريباً
قضى كل عمره بالمسرح. أبو قبله الله يرحمه كان حارس المسرح، وعلي كمل من بعد أبو. يعني بدك تقولي عمالقة المسرح السوري اللي مروا على مسرح الأباني كان يحضر بروفاتهم وعروضهم، ومو بس هيك، حتى المسرحيين العرب كان يلتقيهم أيام مهرجان دمشق المسرحي. إيه يا ما حكالي عن المرحوم فواز الساجر وسعد الله والنوس، شريف شاكر، يوسف حنا، أسعد فضة، الزناتي إتسية، المنصف السويسي، والطيب الصديقي، روجي عزاف، وليد قوتلي. لك شو بدي أحكي لك، كتير 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 حكالي. وصارت عادي عندها كل أسبوع كنت مر لعند علي اللي هو أبو رضوان ونقعد يعمل لنا كاسة شاي أو فنجان قهوة هيك بقى هيك، وتندلق ذاكرته يحكي 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 وأنا ما أشبع من حكيه. يا الله قديش كان دافي هو عم يحكي. بتعرفي أنه ناقد مسرحي مهم؟ وياما سألته عن العرض قبل ما أحضره بيقول لي حضار، وبعد العرض تعال شرب قهوة ومنتناقش بالعرض. آخ يا رنا أخ، الحلو ما بيكمل. خير علي شو صار؟ ليش هيك قلبتها تراجيديا؟ لأنه هي تراجيديا يا ستي. بيوم من الأيام مريت لعند أبو رضوان، كان إلي هيك شي شهر ما مريت، سلمت عليه وسألته عن أحواله وأحوال المسرح، ما رد علي. لقيته فات لجوا البوفيه وجاب ورقة وقلم وكتب لي: وينك يا أستاذ علي؟ إلك زمان ما بينت، اشتقت لك. يلا القهوة جاهزة، نشرب قهوة وبتحكي لي وأنا بكتب. وضحك راح صوته. يا الله يا علي، زعلتني كتير علي. طيب هلأ شو أخباره؟ لساتني أنا بحكي وهو بيكتب. كونوا معنا في الأسبوع المقبل مع عرض مسرحي جديد. إذا المسرح روى، المسرح عبر